وللحديث أكثر عن مليونية الخلاص في مدينة سيئون ينضم إلينا من المكلب مباشرة المحلل السياسي محمد بامزعب. أهلا بك معنا سيد محمد، معنا في هذه النشرة. في البداية، كيف تتابعون هذه التحضيرات لمليونية الخلاص يوم غد، وماذا تتوقعون بشأنها؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. في البداية دعني أهني شعب الجنوب بهذه المناسبة الذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر. أترحم على شهداء الجنوب السابقون، وأتمنى أن نرى جنوبا عما قريب. بالنسبة للمليونية، أتوقع لها هناك زخم جماهيري كبير انطلق في حضرموت. أكثر من 40 مظاهرة أقيمت في حضرموت خلال الأيام المنصرمة. وما هذه المليونية، مليونية الخلاص، إلا تتويجا لما سبقها من مظاهرات في جميع مديريات وادي حضرموت. الوفود بدأت تتوافد على وادي حضرموت من جميع مديريات حضرموت، ساحلا وواديا وهضبة وصحراء. فبإذن الله تعالى يوم غدا سوف يشاهد أبناء حضرموت وأبناء الجنوب ما يسرهم وما يكيد العداء. هناك سيولا جارفة سوف ترونها بإذن الله تعالى في حاضرة حضرموت الوادي مدينة سيئون. سوف ترون شعب حضرموت، مطالب شعب حضرموت اللي هو المطلب الأول هو إخراج المنطقة الإرهابية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، تسليم النخبة الحضرمية لكل وادي حضرموت وصحراء حضرموت كما هو في الساحل والهضبة. سوف يرى الجميع يوم غدا بأم عينيه ما هي حضرموت وما هو توجه حضرموت وشعب حضرموت. لن يركن إلى القلة القليلة الذي فقدوا مصالحهم ويفقدون مصالحهم يوما بعد يوم، لأن يجرون إلى منازعات وإلى فتنة بين أبناء حضرموت. أبناء حضرموت سيكون قرارهم يوم غدا صارما وحاسما أن حضرموت هي الجنوب والجنوب حضرموت. طيب سيد محمد، بالنسبة للمنطقة العسكرية الأولى، هل تقوى على مواجهة الجماهير في وادي حضرموت، وهل من المتوقع أن يكون هناك مخاوف أو هناك مخاوف من أي اصطدام محتمل؟ هؤلاء لهم عادات سابقة، قد منعوا أكثر من مناسبة، منعوا دخول المواطنين الحضارم إلى 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 أحد مدن حضرموت. فصراحة قمة المهزلة أن يأتي غريب بيته محتل وأرضه محتلة ويأتي بمنع أبناء حضرموت من دخول إلى مدينتهم بمليونية سلمية، مع أننا رأينا أنهم دخلوا العشرات منذ أسبوع مسلحين ومدققين بكامل الأسلحة. ومن هنا أناشد المجلس الرئاسي والتحالف العربي بأن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه أبناء حضرموت، وأن يدعوا مسيرة أبناء حضرموت تتم كما هي سلمية، وأن حصل شيئا فيتحملوا في أولا وأخيرا ميليشيات الأخوان في وادي حضرموت، التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي الذي يحكم البلاد حاليا. طيب سيد محمد، هذا الغضب الشعب المتواصل في وادي حضرموت والمطالبات العادلة لشباب الغضب، من برأيك سيدعمها على المستوى السياسي، وكيف يمكن تلبيتها باعتقادك؟ طبعا مطلبهم واضح، وشباب الغضب وباقي أبناء حضرموت جميعا مطلبهم هو إخراج المنطقة الإرهابية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، النخبة الحضرمية تقول لكل حضرموت. مطلبهم كيف سيلبى؟ يجب تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن، يجب عدم زيادة الاحتقان في حضرموت، فأي محاولة من ميليشيات الأخوان المسلمين في حضرموت وأذنابهم يوم غدا لمحاولة تعكير صفو
أبناء حضرموت أو محاولة اعتراضهم أو مناوشات مع الجماهير، وإنما هي زيادة للاحتقان. ومن هنا مثل ما ذكرت لك سابقا، فأنني أشيد أولا بالتحالف العربي بأن يتحمل مسؤوليته تجاه ذلك، وأن أبناء حضرموت سوف يخرجون بإذن الله تعالى في مسيرة سلمية، لن يحملوا معهم أسلحة بل سيحملوا معهم أقلاما ويحملون أعلام الجنوب ويطالبون المجتمع الدولي بتنفيذ اتفاق الرياض وأيضا بتنفيذ متطلبات شعب حضرموت كما هو في الجنوب عامة، استقلال كامل وناجز للجنوب، لن نتراجع أبدا. أبناء حضرموت سائرون كما قال الأخ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، عهد الرجال للرجال، ولن تلقون من أبناء حضرموت إلا عهد الرجال للرجال، لن يمثل حضرموت شرذمة خرجت على النص، وأنما أبناء حضرموت سترونهم يوم غدا بإذن الله تعالى في ساحة الشرف، ساحة الحرية في سيئون بإذن الله تعالى. طيب أخيرا سيد محمد، بالنسبة لي نعود إلى نقطة المنطقة العسكرية الأولى، من المستفيد من وجودهم في مناطق يعني الشعب يناهض وجودها من خلال هذه المظاهرات ومن خلال هذه المليونية التي ستقام بإذن الله غدا؟ المستفيد منها تجار الحروب الذين جعلوا من هذه المنطقة الإرهابية الأولى مجرد ممر للأسلحة للحوثي، وممر أيضا للممنوعات، وممر أيضا لتجار النفط الذين لا زالوا ينهبون ثروات حضرموت، فهما فقط هذه المنطقة أتت من أجل ذلك وبقيت من أجل ذلك، ولكنها سوف تخرج وهي صاقرة بإذن الله تعالى. نعم، كان معنا من المكلا مباشرة المحلل السياسي محمد بامز عب، شكرا جزيلا لك.